أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية فرادكم اليوم الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ وعبر مؤتمر صحفي يعيد صياغة الرياضة السعودية مجددا. البدء في تهيئة استاد الملك فهد بالرياض واستاد الملك عبد الله في جدة واستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018. معالي المستشار تركي آل الشيخ، أدعو كبير نادي الشباب الأمير خالد بن سلطان وكبير نادي الأهلي الأمير خالد بن عبد الله لحل الموضوع فيما بينهم، إن وصلوا لتسوية أبركها مساء. قرر معالي رئيس مجلس الإدارة إطلاق اتحاد الإعلام الرياضي واعتماد التنظيم الأساسي للاتحاد وتعيين وكيل هيئة الرياضة للإعلام رئيسا للاتحاد على أن يعين مديرا تنفيذيا ويشكل مجلس الإدارة وفقا للائحة المعتمدة خلال 60 يوما من تاريخه. البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية لسحب المشاريع من مقاولي التنفيذ الذين تبين قصورهم في تأدية أعمالهم. هذه عناوين الحلقة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيوفنا في الاستوديو. معنا الكابتن فهد الهريفي، مساء الخير يا كابتن. الله يحييك يا تركي، حيا الله الأخوان وحيا الله المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. أبو محمد عبد الزغيام، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، حياك الله أبو وجود، حيا الكابتن فهد والأخ العزيز. نتسابق أنا وياك تو في الطريق. أيوه ليوصل قبل. ترى أنا معكم بعد. مشغول من الدوام. أهلا وسهلا فيك. عبد الرحمن القضيب، هلا وسهلا فيك. الله يحييك يا تركي، رحب فيك ورحب السادة المشاهدين وايضا ضيوف كباتن فهد والاستاذ عبد العزيز. انا ما ابغى اعرفك، انت عرف الناس عبد الرحمن. عبد الرحمن القضيب بيعرفكم بنفسه، وترى هذا الرجل يعني 3/4 اللي صار في المؤتمر بيشرح لنا اياه اليوم. عبد الرحمن تعرف نفسك المشاهدين عشان عبد الرحمن القضيب. عبد الرحمن القضيب مهندس وكيل رئيس هيئه الرياضه للشؤون الفنيه والاستثمار. هلا وسهلا فيك. الله يحييك. بنتكلم معك بتفصيل اليوم ممل، تحملنا تحمل اسئلتنا. أبداً. اليوم الحقيقه كان في مؤتمر مهم مثل ما قالوا الشباب في عناوين الحلقه، في اعاده لصياغه المشهد الرياضي في المملكه العربيه السعوديه. المؤتمر كان يراسه رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للرياضه الاستاذ تركي آل الشيخ، والحقيقة كان في كثير من المواضيع المهمة والقرارات التاريخية التي صدرت اليوم والكثير من التفاصيل وتفاصيل التفاصيل اللي ممكن نسمعها اليوم مع عبد الرحمن في الحلقة يشرح لنا إياها. طبعا إحنا الإعلاميين نحب بعض، فأنا بصراحة أوجه شكري للزميل العزيز رجاء الله السلمي. اليوم الحقيقة كان التنظيم على أعلى مستوى وفريق العمل اللي كان معه كان على أعلى مستوى، حتى بداية المؤتمر كان على الوقت وكل شيء كان مرتب، وال يعني هذا التنظيم مريح جدا ترى لوسائل الإعلام والإعلاميين. حتى لما خرج الجميع كل وسائل الإعلام وصلتهم المادة، البث المباشر، وهذا الحقيقة مجهود يشكرون عليه. اليوم كان في فعلا قرارات مهمة وتاريخية صدرت في المؤتمر، كان في أشياء عالقة تم اليوم إنهائها أو البدء في إنهائها. اللي تابع المؤتمر يعرف أنه هذا اللي صار اليوم هو توجه جديد للرياضة السعودية بما يتوافق مع رؤية 2030 وخطوات متسارعة. جزء من اللي صار اليوم في المؤتمر أنا كنت شاهد عيان عليه وشفته بعيني، ما حد قال لي يعني بصراحة. ولما كنت أقول أنا لما كنا متواجدين في لندن أنه مهنيا كان رائع وجسديا كان مرهق، ترى هذا جزء من اللي كنت أتكلم عنه. المستشفى الطب الرياضي، المنشآت، تهيئة الملاعب لتكون مكان لاستقطاب الناس على مدار 24 ساعة إذا ما في مباريات، هذه أشياء كنت أشوفها. وكنت أشوف النقاشات قديش كانت حادة وقوية وشد وجذب، واحد يعطي فكرة ويناقشونها البقية وتلغى الفكرة وترجع تنكتب من جديد. هذا بالضبط اللي كنت أتكلم عنه، أنه كان في ورشة عمل حقيقية تبدأ من ساعات الصباح الأولى ولا تتوقف حتى ساعات متأخرة من الليل. نعيد الآن
كلمة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ. يطيب لي أن أرحب بكم في هذا اللقاء الذي سنعلن من خلاله عددا من القرارات والإجراءات التي ستصب في مصلحة رياضة وطننا الغالي. وهنا يسرني باسمكم جميعا أن أرفع أصدق عبارات الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله على كل ما يحظى به الرياضيين من دعم واهتمام وتحفيز لتحقيق أفضل النتائج في المشاركات القارية والدولية. كما أشكر رؤساء الأندية والاتحادات لتعاونهم وحرصهم على العمل من أجل مستقبل رياضتنا وخدمة توجهات قيادتنا، وهو ما لمسته منهم جميعا خلال اجتماعي معهم في الأيام الماضية. الأخوة الأعزاء، الحمد لله تم توقيع العديد من الاتفاقيات لاستضافة منافسات عالمية في بطولات الملاكمة والدرون والسيارات والشطرنج، وهي بطولات ستحقق العديد من أهداف الهيئة العامة للرياضة لصناعة الجد والتسويق والتشويق في العديد من الرياضات التي نتطلع لنشرها والعمل على توسيع قاعدة الممارسات فيها. هذه الاتفاقيات نوعية وغير مسبوقة من حيث الأبطال والمشاركين فيها وأهميتها، بالإضافة لقوة البطولات التي ستقام بناء على هذه الاتفاقيات خلال الفترة القادمة. كما تم توقيع اتفاقيات مع رابطة الليغا الأسبانية ونادي مانشستر يونايتد، وبإذن الله ستكون نتائجها مثمرة على اللاعبين والمدربين الوطنيين على حد سواء. الأخوة الأعزاء، لدينا اهتمام كبير بتحضير المنتخب السعودي. الأخوة والأخوات، لدينا اهتمام كبير بتحضير المنتخب السعودي لكأس العالم ليظهر بأفضل المستويات والنتائج والتنسيق يتم في ذلك مع الأخ عادل عزت وجهاز المنتخب الأول بالصورة المناسبة. وقد تم وضع برنامج مدادي شامل يتضمن معسكرات ومباريات ودية عالمية للوصول لأفضل تحضير، وسيتم الإعلان عن ذلك في الفترة المقبلة. واليوم بإذن الله سنعلن بعض القرارات الهامة والإجراءات التنفيذية، وهي نتيجة لما تم إعلانه في جدة قبل شهر، ولدي الثقة أن كل ما سيعلن لدينا ستتم متابعته بدقة عالية وسيتم تنفيذه وفق أفضل المواصفات. أتطلع لتعاون الجميع وأتمنى لرياضتنا ووطننا كل التوفيق. طيب، هذه كلمة معالي رئيس هيئة الرياضة. في أشياء لها علاقة بخصومات التذاكر المباريات، وفي لها أشياء علاقة بتحسين بيئة الملاعب، وفي أشياء لها علاقة بتكييف الملاعب، وفي أشياء لها علاقة بدخول العائلات للملاعب، في أشياء لها علاقة بمستشفى الطب الرياضي كليفلاند. يعني أنت، والأهم، في أشياء لها علاقة بالمنجزات المتأخرة والمشاريع المشاريع المتعثرة. لكن لما نتكلم حتى على مستوى مستشفى الطب الرياضي، ايضا انا كنت شاهد عيان، انا شفت الاسماء، يمكن عبد الرحمن كان موجود، كنا شفنا الاسماء المطروحه، وكانت الصيغه اللي كان يطرحها معالي المستشار انه لا، ابغى افضل ثلاثه، افضل اثنين، افضل خمسه، اعطوني الاسماء، جيبوا الافضل. اليوم انت لما مستشفى الطب الرياضي تولونه جهه طبيه عالميه بهذا الشكل، اكيد انه في نقله مهمه. ابدا معك فهد، اذا عندك تعليق على اللي انت شفته اليوم في مؤتمر. ما في شك أن هذه الشخصية أحدثت ثورة في رياضتنا، والكل يتفق على هذا الكلام. قرارات تاريخية في رياضتنا تتنبأ بمستقبل مشرق. الحقيقة الأول مرة نشوف أنه شخصية رياضية توحد وسطنا الرياضي بقراراته، بمعالجاته السريعة، كل قرار خلف لجنة تسابق الزمن في صناعة هذا القرار. لله الحمد، يعني كل هذه القرارات تصب ليش؟ من أجل شباب هذا الوطن العزيز والغالي. الكل يتمنى مثل هذه الشخصية تكون متواجدة في قطاعات كثيرة في المملكة. الحمد لله أني عشنا وشفنا شخصية مثل هذه الشخصية اللي تقول للمحسن أحسنت والمسيء لك عقاب. وهذا الشيء اللي جميل، اللي يجعل فيه تطور كبير في ملاحقات لمنجزات سابقة متأخرة. لو أجي أخذ آخر شيء في كلامك على موضوع المستشفى أو الطب الرياضي، اللي أعتقد من سنوات، وأنا يعني حتى كانت معي بطاقة
انك تعالج في هذا المستشفى تلاشى او اختفى الحقيقة. يعني لا هناك تطور، لا هناك تشوف في اي شيء، لكن لله الحمد هذا الان كانك تبدا في انجازات جديده. ابو حمد، والله يعني انا اعتقد اليوم ان يعني مؤتمر اليوم انا اشوف انه مؤتمر غير مسبوق، تاريخي، في قرارات يعني بنتذكر هذا اليوم. يعني انا اعتقد من اهم القرارات اللي شفناها اليوم دخول العائلات للملاعب، اختيار ثلاث ملاعب، الرياض وجدة والدمام، البدء في دخول العائلات للملاعب. هذا من باب انا اعتقد ان نسميه انعاش الحضور الجماهيري في السعودية، وايضا فتح افاق جديدة للاسر وللعائلات انهم يغيرون اجواء ويشاركون يعني في 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 عشق الرياضة، متابعة الرياضة. من ضمن القرارات الوجود يعني انا اعتقد انها من الاشياء المهمة جدا، ملعب الأمير عبد الله الفيصل، هذا الملعب اللي يعني نقول في السنوات اللي راحت انه للأسف هذا الملعب يعني وصلنا الى مرحلة ان هالملعب خلاص ما راح نشوف فيه مباريات. اليوم تم تحديد 18 شهر الجماهير السعودية ستحضر في هذا الملعب. هذا شيء مهم جدا. في حاجة أهم من يعني من الأشياء اللي أنا أقول لك ليش أنا أقول لك مؤتمر تاريخي، 9 مشاريع متعثرة سببها شركة واحدة، تم إيقاف هذه الشركة، ما في لف ودوران. هذا المؤتمر اليوم مؤتمر ما في لف ودوران. أبو جود، شفت معنا مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي، يعني اقول انا هرمنا من هذه لاجل هذه اللحظه، ونحن نشوف لعيبتنا قاعدين يروحون للدول المجاوره ويروحون للدول يعالج مرض. احنا المفروض، واساسا على فكره تدري في الثمانينات اول ما انشئ المستشفى في الثمانينات والتسعينات كانوا نجوم الدول الخليجيه كانوا يجون عندنا هنا يسوون عمليات من خلال هذا المستشفى. الان الهيئه العامه للرياضه تعيد الموضوع من جديد، ومن خلال افضل 3 مستشفيات على مستوى العالم تختار من هذه المستشفى وهي اللي تقوم بتشغيل هذا المركز الطبي اللي يفترض انه يكون على يفترض يكون قبله للرياضيين على مستوى منطقه الشرق الاوسط. وبالتالي مثل هذه القرارات، هذه قرارات تاريخيه غير مسبوقه. في حاجه مهمه جدا، تاجيل الخصخصه. هذا القرار انا بالنسبه لي اشوف انه مهم جدا. لماذا؟ لان الانديه السعوديه الان غير جاهزه لأن تخصص أندية السعودية عندك الآن عندها مشاكل في الديون، وأيضا عندك مشكلة أيضا في غياب الجماهير. الجماهير إلى الآن محتاجة إلى فتح أفاق أكثر. المجمع الترفيهي اللي وضع في 3 ملاعب أنا أعتقد أنه نقلة تاريخية بيغير مفهوم المجتمع السعودي. أني أنا أشوف هذا الملعب، هذا ملعب الملك فهد وملعب مثلا الأمير فيصل بن فهد بالرياض وفي جدة وفي الدمام، بيغير الشكل، بيخلي فيه ارتباط وانتماء لهذا الملعب. ساحات الملعب انت حيكون فيها اليوم زي ما سمعت سوبر ماركت، صحيح، مطاعم او فود كورت اذا ماني غلطان، صحيح، وشاشات وكراسي، وفي تنسيق يعني مكان مش مفلوت كذا، في تنسيق مع وزارة الداخلية، صحيح. يعني الموضوع اعلى درجات الامان ومفتوح 24 ساعة وفي مناطق حيوية وساحات متروكة غير مستغلة. انت لما تحط شاشات الناس تتفرج مباريات في يوم ما في مباراة، تتفرج دوريات أوروبية، ولا بعد الساعة 12 بالليل أنت تروح داخل المدينة لمكان تجد فيه خلينا نقول متطلبك كشاب أو شابة، والمكان محفوظ، صحيح. وهذه أعتقد أنها ذكاء في استغلال المنشأة الرياضية في غير كرة القدم، وهذا جدا كان مهم. الرسالة الأهم اللي شفناها اليوم في المؤتمر الصحفي، الرسالة على ما يجري في الاتحاد الأسود لكرة القدم، رسالة حازمة في الثمانيات، أن الرياضة السعودية لن تقف متفرجة على ما يجري على المسرح الآسيوي، على المسرح العالمي، صحيح، على المسرح الأولمبي العالمي. المؤامرات احنا محتاجين، يعني مع كل الاحترام والتقدير انا ما يهمني اني انا اصير رئيس لجنه هامشيه ولا تافهه في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، انا يهمني اني انا اكون قيادي وبارز ولي دور كبير مثل ما كنت انا في ترى ذيك الايام، ايام فيصل بن فهد كان يدير الاتحاد الاسيوي في الرياض، الامير فيصل بن فهد ما كان احد يقدر يتجاوز السعوديه.
الآن في عهد العهد الحالي للهيئة العامة للرياضة إحنا محتاجين هذا الشيء. وأنا يعني ترى أتذكر أنا في آخر سنة قبل 2015 يا أبو جود أثناء كأس الخليج جاء أحمد الفهد هنا وهاجم الاتحاد السعودي لكرة القدم وسط تفرج الهيئة العامة للرياضة سابقا، ولا في أحد كان يقدر يتكلم. كنت أنا أقول وقتها لو كان عبد الرحمن بن مسعود موجود وقف عند حده، لو كان فيصل بن فهد موجود وقف عند حده، لو كان في شخص قائد قوي وقف عند حده. الآن من اللي وقف عند حده؟ يوقف عند حده أبو ناصر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، هو اللي قاعد يوقف عند حده. فعلا هذه عصابة مافيا اللي قاعدة تتصرف بالطريقة اللي احنا قاعدين نشوفها. احنا انا شخصيا اعرف تاريخ احمد الفهد. احمد الفهد هو اللي حول الاتحاد الآسيوي لكرة اليد لاحظ كرة اليد الى منصة الى الفساد، لعب وبيع مباريات بشكل تاريخي، وانا مسؤول عن هذا الكلام. انا اتكلم على مستوى الاتحاد الآسيوي كرة اليد. مجلس الأولمبي الآسيوي معروف عقوده ومعروف الشغل اللي قاعد يشتغل عليه كله. يا رجل عشان تعرف من اللي وقف احمد الفهد الان، مع كل الاحترام والتقدير، الفيفا داس راسه في الرمال، لا انفنتينو ولا بلاتر ولا غير. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم داس راسه في الرمال، من اللي وقفه؟ ترى اللي وقفه FBI الأمريكية، وزارة العدل الأمريكية اللي وقفت عند حده وقالت لي يلا ابعد عن الاتحاد الآسيوي. في خطوط نظفوا الفيفا، ترى شوف هذه وهذا كلام مهم جدا، وزارة العدل الأمريكية هي اللي نظفت الفيفا صح، وآخر واحد قالت له ابعد عن واجهة الرياضية لأنك مستنقع قذر في هذا المحفل الكروي ومحفل الدولي، ابعدته عن الاتحاد الدولي لكرة القدم. في 30 ابريل الماضي قدم استقالته. ليش قدم استقالتك؟ اذا انت واثق من نفسك ليش تقدم استقالتك من عضوية تنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم؟ اذا انت واثق من نفسك ليش تقدم استقالتك من 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 تنفيذية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؟ لانك رجل ملطخ بالفساد، لانك ما عندك القدرة على انك تدافع عن نفسك. انحشت مثل ما قال هو اليوم راعي النحشة، فعلا هو راعي النحشة. تاريخيا كنا نتمنى دائما ان يكون عندنا رجل قوي جدا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونتمنى ان يكون عندنا رجل قوي في الاتحاد الدولي لكرة القدم. اول كانت السعودية قبلة لها فيلنج والبلاتر، اذا بغينا حاجة جبناها عندنا حنا. بطولات عالمية على مستوى الى الان تقام، كأس القارات هذه باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز الله يرحمه، الى الان هي تقام. من اللي وراها فيصل بن فهد. حان الوقت من خلال قيادة معالي الرئيس تركي آل الشيخ ان يكون عندنا حضور قوي جدا. شوف الان البطولات الكبيره اللي قاعد الان احنا نجيبها عندنا في السعوديه، وثق ثقه تامه سياتي اليوم اللي بنستضيف فيه بطوله كاس العالم للانديه. شفت بطوله كاس العالم للانديه اللي احنا قاعدين نتفرج عليها، مره تروح هناك، مره تروح لليابان، وتروح للمغرب، وتروح لدول اخرى. تجي عندنا هذه البطولة نستضيفها، واحنا قادرين على نستضيفها. يردنا 30 مليون دولار؟ لا، ما يردنا 30 مليون دولار، احنا ندفع اكثر من 30 مليون دولار كتأمين هذه البطولة، وقادرين عليها واحنا لها، والهيئة العامة للرياضة قادرة على ان تستضيف اقوى من بطولة العالم للأندية. احنا استضفنا بطولات اعظم منتخبات العالم، كنا جبناها في التسعينات، لاحظ في التسعينات كأس العالم للشباب في 88 احنا مستضيفين عندنا في 89. وبالتالي انا اقول مهمة تنظيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ستبدأ من الرياض. صحيح، اتفق معك. مهمة تنظيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ستبدأ من الرياض. أنا أتمنى أن يكون هناك تحالف قوي ودعوة عاجلة لحل مجلس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحالي من خلال كونغرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. لو أنت جمعت ثلثي الأصوات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تستطيع أنك تسقط الشيخ سلمان الخليفة ومن معه، حتى يكون هناك اتحاد نظيف، اتحاد يعرف كيف يختار. يا أخي بالله يا يعني في أحد عاقل يخلي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي التايلندي ماكودي وارواري اللي موقف من 4 سنوات من الفيفا بتهمة فساد، هو رئيس لجنة الحكام؟ فضيحة. كيف أنا أحطه؟ يعني تخيل تحط حرامي حارسك بيتك. هذا اكبر حرامي في الاتحاد الآسيوي، بياع مباريات وبياع معروف في تايلاند. وهذا اللي تاثرت من رئيس لجنه الحكام، وهذا اللي تاثرت من رياضتنا، مش معقول. لا منتخبات ولا انديه. صحيح، احمد الفهد دمر لعبه اليد على مستوى اسيا. بعد ما دمر الرياضه في بلده، دمر الرياضه في بلده. تصور انه يطالب الان باقامه كاس الخليج اللي في قطر الان، ويقول ما يحتاج تلعب المنتخب الكويتي.
يا أخي هذا ما عنده حتى أي شعور للانتماء لبلده. صح. بلدك موقف والسعودية والإمارات والبحرين والدول اللي عليها الكلام تقول ما نبغى البطولة تقام الآن، المفروض أنها تقام في ديسمبر. ليش؟ لأن الكويت موقفة، إحنا نبغى الكويت ترجع. يقول العبوا. لا يقول لا ما يحتاج، شو ترجع الكويت؟ شو ما ترجع الكويت يا أخي، بلدك هذه مش معقول اللي قاعد يصير. يعني أنا أتمنى من المسؤولين في الكويت إنهم يضعون حد للي قاعد يصير هذا. في كلام قاله مهم اليوم مع رئيس الهيئة في المؤتمر فيما يخص هالملف تحديدا، وتحدث إنه الكويت قيادة وشعب والبحرين قيادة وشعب ما هم أبدا موضوع للنقاش، وهم في القلوب وعلى الرؤوس من فوق. وفي ناس تحاول تأخذ هذا الموضوع علشان يكون في اصطفافات سياسية، يعني تأخذ الموضوع ويا الكويت يلا أنتوا اصطفوا سياسيا، أو تحاول تغذي هذا الموضوع بطريقة فاشلة جدا. أهلنا في الكويت يعني لازم يسمعون كلام مهم جدا، وكلام إن شاء الله يعني أنا متأكد من نفسي أنه كلام محب للكويت والشعب الكويت ولشيوخ الكويت. لما أحمد الفهد كان يعبث في الرياضة الكويتية احنا ما تدخلنا، واحنا كإعلام رياضي سعودي ما تدخلنا في القضايا الرياضية الكويتية لا من قريب ولا من بعيد، مع انه كان يؤلمنا جدا. يا سلام عليك، نقطة مهمة دي. بعد الرياضة الكويتية وكرة القدم يعني ما في شيء محزن بالنسبة لنا اكثر من الكويت ما تصف في كأس العالم، ومع ذلك ما حد كان منا يتكلم انه كنا نرى ولا زلنا نرى انه هذا الموضوع شأن رياضي كويتي داخلي. مع العلم، وحط مع العلم هذه تحتها 10 خطوط، الرياضة السعودية مسموح النقاش فيها في كل دول الخليج، يعني تفتح استوديوهات تفتح برامج مخصصة للرياضة السعودية، وما عمر الإعلام السعودي قال انتوا ليش تتكلمون عن الدوري السعودي ما لكم دخل. بالعكس، نرى انه كرتنا محبوبة وسعيدين وكرتنا محبوب ورياضتنا جميلة ويحبون أهلنا في الخليج، ونعتقد أنه المساحة الكبيرة في قلوبنا تتسع لكل أهلنا في الخليج، ولا كان عندنا حساسية. مع العلم أنه أحيانا يعني وبين قوسين بعض الناس يتحسسون لما تفتح أي موضوع يخص رياضة في دول الخليج. ولم يتحدث يعني فيما أعلم سعودي بكثير من التفصيل، يمكن في بس كان تلميحات على خفيف، لكن بكثير من التفصيل ما يفعله أحمد الفهد في رياضة الكويت. لكن أن يتجاوز هذا الأمر إلى المساس بالرياضة السعودية، معلش يعني عدولنا إياها واسمحوا لنا نقول له وقف عند حدك. صحيح. إحنا يعني نقول لكم الله يخليكم عدولنا إياها، لأنه إحنا ما راح نسمح له، أو في مؤسسة رياضية لن تسمح لهذا الرجل بالمساس بالرياضة السعودية، سواء على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية أو على مستوى المؤامرات أو على مستوى الإضرار بالرياضة السعودية. في داخل الكويت مثل ما قال اليوم أبو ناصر، يشدون عليه يسامحونه يعتذر يضغطون عليه يبعدونه، هذا شأن كويتي وولدهم وكيفهم. لكن لما يقرب لرياضتنا السعودية بنقول له وقف سو. ومثل ما قال اليوم هذا البداية فقط، لن يسمح لأحد بالمساس بالرياضة السعودية. وأهلنا في الكويت وحبايبنا، احنا ما نحرج الجميع ونقول لكم تعالوا وقفوا معنا، احنا نقول على الأقل لا تعينوا صاحب الباطل على الباطل، وبالعكس يمكن يكون خيرة لهم. يعني لا تعينوا صاحب الباطل على الباطل، ترى هذا كل اللي مطلوب. ما حد قال والله تعالوا وهاجموا أحمد الفهد، لا بكيفكم، احنا نقول بس لا تعينوا صاحب الباطل على الباطل. وأنا متأكد أنه معظم الكويتيين إن لم يكن كلهم يعلمون أنه هذا الرجل تسبب بإضرار حقيقي للرياضة الكويتية، وهذا شأن داخلي ما ندخل فيه. احنا نقول في اللي يخصنا، الله يرحمه والديك أبعد، ما راح نتفرج عليك. وإلى الآن لم تكشف كل الملفات، يعني حالة الغضب اللي صار اليوم في الشارع الرياضي السعودي على مستوى الإعلامي والمستوى الاجتماعي وحتى على مستوى الثقافي والفني وكل الناس اللي متضايقة، ترى ما تكشف لها كل شيء. وأنا أعتقد دون كشف كل شيء راح تكون النظرة يعني أكثر سوادا تجاه أحمد الفهد تحديدا، ليس تجاه الكويت ولا رياضة الكويت ولا شعب الكويت ولا القيادة في الكويت، وأيضا الكلام ينطبق على أهلنا في البحرين.
ولا تسمحوا لأحد أنه ينقل الموضوع هذا من شأنه الرياضي الرياضي ويحاول أنه يقحم في أمور سياسية. طبعا في ناس اليوم شغلتهم أنهم يدخلوا هالمواضيع في بعض ويشربكون في بعض، بس أنا أراهن على وعي الإعلاميين وأراهن على وعي المجتمع في أنه ما نخلي الأمور تخرج عن إطارها الرياضي. هذا الرجل أنتم تعرفون في قرارة نفسكم أنه مضر، ما أبغى أتكلم أكثر من كذا، يعني ما أبغى أقول أكثر من كذا لأنه في واحد عنده رقابة ذاتية يعني ما يجي يتكلم. أنتم تعرفون، عارفين وكاشفين وبكيفكم، بس مو بكيفه معنا، أبدا مو بكيفه معنا. حنروح للفاصل، بعد الفاصل نجي عند عبد الرحمن ذيبان نتكلم معاه، نشوف المشاريع والأشياء الجميلة. يعني ما ودنا أن يكون هذا هو محور حديثنا لأنه فيها أشياء عظيمة اليوم صارت في المؤتمر، نبغى تكون هي يعني محور الحديث، أهمها دخول العائلات للملاعب. نبغى نعرف من عبد الرحمن كيف التجهيزات لهذا الموضوع، هل في بوابات مخصصة ولا لا، البيئة داخل الملاعب مهيئة للعوائل ولا لا، المنشآت هل هي مهيئة للملاعب ولا لا. نبغى نشوف أيضا الموضوع التحويل الملاعب في الرياض وجدة والدمام إلى أماكن للتجمعات والترفيه للمجتمعات السعودية. هذه التفاصيل كلها مع هالحبيب في هاللابتوب. هنروح للفاصل، وبعد الفاصل أنا وعبد العزيز وفهد بنستلم أسئلة. نستمع بعد هنا. الله يبارك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية، فهد الضيفي عبد العزيز غيامة والمهندس عبد الرحمن القضيب وكيل الرئيس لشؤون الفنية والاستثمار. قول يا طول عمر، أنت وين تبغى تروح وإحنا ماشيين معك؟ أنت اخترت بتروح يمين يسار، وين تبينا نبدأ الحديث؟ من وين ما تبغون نبدأ؟ طب خلينا نبدأ بالقرار المهم، القرار اللي يعتبر تاريخي جدا. نعم. وحديث اليوم الأوساط السعودية بكل فئاتها، اللي هو السماح بدخول العوائل للملاعب. عندنا إيش الملاعب المحددة؟ الملاعب هي ثلاث ملاعب: الأستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ومدينة الملك عبد الله في جدة اللي هي الجوهرة، والأستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام. طيب بداية السماح بالدخول متى؟ 1 يناير 2018 ولا بداية 2018 ممكن يكون شهرين ثلاث شهور؟ هو 1 يناير، بس قد تكون في هذه الفترة في إيقاف للفيفا على ما أعتقد. إيه؟ يعني حسب ما أطلع، لكن في أول مباراة حتكون في يناير بإذن الله حيكون جاهز. طيب هل الملاعب هذه فعليا جاهزة ولا تحتاج عمل؟ طيب أنا بداية تركي بس أحب أنوع على كلمة المعالي. المعالي لما يتكلم في شيء لاحظ أنه هو يحدد، مثل ما ذكرته قبل شوي لما تكلم في الاتحاد الآسيوي قال الكويت على عيني وراسي حكومة وشعبا، البحرين وهكذا، ما أبغى أدخل في هذا الموضوع غير اختصاصي. لكن برضو في الملاعب قال كلمة، قال خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مثل ما هم حازمين جدا في المحظورات أيضا هم مدافعين جدا عن المباحات. ترى هذه كانت كلمة واضحة وصريحة علشان ما أحد يطلع ويزايد في هذا الموضوع. صحيح. فطالما أن الشيء ما فيه شيء محرم فهو سعى بكل ما يمكن، بالقيادة الرشيدة أيضا أخذ الموافقات وبدأنا نشتغل فيه، ويمكن أنت كنت موجود معنا أبو جود وقتها. صحيح. وعرفت إيش اللي فيه. طيب هل أنا أقدر أفتح الملاعب كلها بين يوم وليلة؟ لا طبعا ما أقدر أفتح. أنت عشان تفتح الملاعب هذه تحتاج إلى أن يكون عندك فلتر أو فيز مثل ما يسمون، أو مراحل. لازم أبدأ مرحلة مرحلة، ما أقدر أبدأ في مراحل قبل مرحلة. فالمدن الرئيسية في المملكة اللي هي الرياض وجدة والدمام، هذه كانت عنصر. العنصر الثاني، هذه الاستادات أكثر تهيئة من غيرها من عدد البوابات الخارجية الداخلية، أكشاك المطاعم، التذاكر، الله يعزكم دورات المياه، يعني الطاقة الاستيعابية هي من أكبر الطاقات الاستيعابية اللي موجودة في المملكة. صحيح. يعني الشرقية يمكن أكبر شيء فيها هي استاد الدمام، هو أكبر سعة 25,000 متفرج. فلذلك كان الاختيار على هذا الأساس. يعني لو بنشوف الآن حتى على بريزنتيشن يمكن يحطون الزملاء، أعطونا يا ديمان على اللي أنا حاطها الآن. هذه المدن الرياضية والاستادات اللي قاعد تلعب فيها الآن
الدوري السعودي للمحترفين، الأعمال المدنية اللازمة اللي أنا أحتاج إني أنا أفصل مثلا بحواجز معينة ما طلعت لحد الآن، حواجز معينة، تهيئة دورات مياه الله يعزكم، أكشاك بيع التذاكر، المواقف موجودة مش موجودة، مداخل المخارج، نقاط بيع التذاكر، سعة الملعب نفسه، المنطقة الجغرافية، هذا اللي تكلمنا إحنا. فلذلك قلنا في هذا الموسم حنكون على 3، بعدها بإذن الله حيكون بالتدرج إلى أن تكون كل الملاعب موجودة. طيب أنت اليوم كشخص مسؤول عن عن, عن هذه الأمور، لما طلب منك العمل على هذا الملف، نعم، وشفت الملاعب، وش أول شيء فكرت يعني طالع فيه في الملاعب؟ يعني أول شيء حطيت عينك عليه؟ أني أنا أقدر أفصل العائلات عن الشباب بكل سهولة. أنا ما أبغى يكون هذا التصادم، لا قدر الله أن وقع التصادم، أنك أنت تعزل ويكون العائلة لو حبت تجي ما تحس أن عندها مشكلة في الحضور، هذا رقم واحد. ما في مضايقة. إن شاء الله الشباب السعودي الآن واعي أكثر، ان شاء الله انهم بيقومون، لكن خلينا نقول على الحالات الشاذه اللي ممكن تصير احتياط، اني انا اكون مجهز نفسي انه العائله تجي معززه مكرمه تدخل الملعب وتطلع تعيش يوم رياضي وهي مرتاحه. اوكي، باذن الله. ف زي ما ذكرت لك هذه هي المراحل، احنا حنبدا بس في 3 في البدايه، بعدين احنا حندخل. خلينا نتكلم اول شيء في الجوهره الان. أي. الجوهره كويس انه هو في 3 layers او 3 طوابق، فانا حاخذ طابق الدور الخامس اللي هو في المدرجات حسب ما نشوف في الشاشة، اللي هو الدور الأخير، هو الدور الخامس عندنا كمعماري مسمينه الدور الخامس. هذا في الجوهرة، عطني الشاشة كاملة يا ذيبان لو سمح. أوكي، الدور الخامس حيكون كامل للعائلات. للعائلات؟ للعائلات، وبرضو فاصلين العائلات، ممكن يكون عندهم تعصب شوي رياضي. أيه. كدنا في ناس تشجع فريق وفريق. أيه. فأيضا مفصول في جمهور للفريق الضيف والمستضيف. أوكي. في كل الملاعب حيكون بنفس هذه الطريقة. هذا الدور الخامس في ملعب الجوهر. ملعب الجوهر. طيب للصعود للدور الخامس مهندس عبد الرحمن، لهم بوابات خاصة، بوابات سيارات خاصة. حناخذها الآن واحدة. نشوف السلايد اللي بعده. عطنا اللي بعده. لو ناخذ الجوهر الآن تشوف أنت من 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 بعيد كذا، أنا عندي 6 بوابات خارجية. بوابة رقم 2 مسجلة في الأورنج، ورقم 6 هذه بوابات داخلية. خلونا نشوف اللي في أبعد في الصورة، رقم 3 ورقم 6. أوكي. رقم 6 بوابة خارجية وليس داخلية، وبوابة 3 أيضا خارجية. الجمهور اللي يحب يكون فريق ضيف يمين، أو طبعا في كل مباراة حيعلن الأبواب وجمهور نادي كذا وجمهور نادي كذا، العوائل اللي يشجعون الأهل يروحون لها البوابة، والعوائل اللي يشجعون الاتحاد يروحون لها البوابة. جمهور عادي، ما حنميزهم عن شيء، هم في النهاية جمهور، هم في النهاية مواطنين سعوديين. فحيكون عندهم بوابة 3 وبوابة 6. لما يجون عند البوابات الداخلية حيكون بوابة رقم 2 وبوابة رقم 6. ماشي. أوكي. حيكون فيه الليفت أو الأسانسير أو المصعد، وحيكون فيه درج. أوكي. خلينا نشوف إيش الخدمات اللي موجودة الآن في السلايد اللي موجود عندي، يا ليت الشباب تحطونه. شوف إيش اللي موجود عندي في مدينة الملك عبدالله الرياضية خدمات العائلات. نرجع كمان السلايد. ارجع السلايد. أيوة. هذا هو. طيب لا، اللي بعده هذا سلمك فهد، اللي بعده. ارجع شوف، عشان ما ابغى الناس. لا 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 لا، انت في شيء ما يكونون انت كابتن الفريق اليوم. طيب عندنا عدد المقاعد الحضور لكل نادي حيكون 5000، فبالتالي 10000 هو الدور الخامس، يشيل 10000 متفرج. أيه. حيكون 5000 موزعه للفريقين. حيكون عندي 4 مصاعد اليه و4 سلالم دائريه للصعود الخامس. أي. لفت عادي، الدرج عادي. حيكون فيه الله يعزكم 4 دورات مياه، مجموع الحمامات الله يعزكم 80 حمام. 80 دورة مياه. 80 دورة مياه حتكون مقسمة لاثنين، فتكون 40 40، وحيكون فيه رجال ونساء برضو. احنا فاصلين اكيد. أي. انه حيكون فيه رجال وحيكون فيه نساء، فايضا مفصولة. حيكون مجموع المواقف 3000 موقف مخصصة للعائلة. وهذول المواقف والدخول للبوابات ما لها أي تماس مع الجماهير ما لها العزاب. ما لها تماس شباب، ما لها تماس مع الشباب. وإن شاء الله نحن ما نحتاجين أن حتى نحط العوازل. أنا ودي أن ما أحتاج أن هذا الشيء، لأن أنا مثل ما أقول لازم يرتفع مستوى الوعي. وهذا الشيء مثل ما أنت موجود قاعد توصل عند سوبر ماركت أو قاعد توصل عند سوق معين، في سيارة شباب وفي سيارة عائلة، ما قاعد يصير شيء. صح. لكن ناخذ الاحتياطات إن شاء الله اللازمة له. عدد البوابات الإلكترونية الداخلية للتذاكر حيكون 20 بوابة إلكترونية مخصصة للعائلات. احنا نتكلم عن الدور الخامس، كل ملعب الجوهرة الخامس هذا اللي يخص للعائلات. ايش اللي وفرنا له؟ 6 مطاعم. احنا ماشيين معك صح ولا احنا غلطانين؟ لا، قاعد يمشون الشباب. انت ثبتنا على الشريحة.
يا شباب ترى كلهم كم سلايد 18 اي كثير لفوا لنا عليهم بسرعه والكاميرا على ابو السلايد اللي بعد هذا ويختار اللي بعد هذا على طول بعده واحده راح تطلع لك خدمات عائلة هنا حيكون في مسار مثل ما قلنا مباشر بدون احتكاك الى الدور الخامس من 2 و6 يعني لما يدخلون الى الرمبات الداخليه للملعب ما حيدخل الجمهور مع بعض معلش كلم الناس اللي ما يفهمون انجليزي البوابات الخارجيه مش هذه عشان الناس اللي هي دائر محل الملعب انت لما توصل عند داخل المنشاه حتلاقي مداخل وممرات حتوصلك الى البوابه المعنيه لك في التذكره اوكي فهذه اللي حيدخل منها العائلات ما حيتلامس مع العائلات ما حيكون في دخول مزدوج حيكون منفصل ممتاز طبعا كل ما فيه من حراسه امن نساء دورات مياه الله يعزكم عاملات نظافة نساء كلها أخذت بالحسبان حتضاف ممتاز. على عقود الصيانة والتشغيل اللي موجودة في هذه المدن الرياضية ممتاز فكل ما يبغى سلامة العائلة حيحس الأب لما يطلع مع عائلته أنه أنا بالفعل رايح مكان عائلات من طيب. المدخل إلى على مستوى تهيئة الملعب من ناحية الوجبات على مستوى الإنترنت الأشياء دي هذه كلها موجودة ست مطاعم مثل ما ذكرت لك ثلاثة في كل طرف حيكون مخصص للعائلات تم تحديدها الآن ولا لا زال اللي حطيت لك إياه على الشاشة هذا انتهى احنا قاعدين نتكلم عن هذا اللي خصص الآن العمل قائم على الفصل بالحواجز في مشكلة عند الناس بصراحة عبد الرحمن يعني لازم أقول لك وجهة نظرهم عندهم مشكلة في الإنترنت في الملعب نعم في فكرة انه حد يشتغل على هالموضوع ولا انتم شغالين على الموضوع ولا ايش السالفة موضوع اول شيء انتم معترفين انه هالمشكلة موجودة ولا لا اي هي اكيد مشكلة موجودة لكن برضو مثل هذه الخدمات انت مش دائما تكون لحالك صاحب القرار احيانا شركات الاتصالات المزودة انا ما اتكلم عن شركة الاتصالات السعودية اتكلم عن شركات الاتصالات أي. بشكل عام ما يكون موصل لخدمة ملعب معين فانت ما تقدر تاخذ اجراء فيه لما انا يكون مثلا خدمة فايبر مثلا مش موجودة أنا ما حيكون النت ضعيف هذا في البيت أصلا يكون ضعيف فأنت ما تقدر توصل لكن العمل قائم على استاذ الملك فهد الدولي الآن أنه يكون في خدمة فايبر أوبتيك أوكي نعم. طيب أنا معلش عبد الرحمن أرجوك تتقبل كل الأسئلة اللي تجي من الناس طيب. يعني على عمقها وعلى سطحيتها يعني. واحد يسأل يقول طيب شلون تضمن أنه يعني كيف نضمن عائلة يعني ممكن يجون 10 شباب معهم سيدة واحدة نعم هل هذه تعتبر عائلة ولا لا؟ طبعا في لائحة داخلية الآن قاعد تعمل ليش احنا طلبنا شهرين؟ علشان إدارة يعني لائحة تشغيل المباراة نفسها مثل ما احنا نعرف الشركات المسوقة متى تبيع تذاكر وش اللي لك وش اللي ما لك الآن في بند خاص فيه للعائلات حيكون في قرار انك كيف تسمح العائلة تدخل مين هم او هل هم يعتبرون عائلة او لا طبعا لازم تجتمع فيه مع الجهات الأمنية فهذا لها صفة يعني انتم حاطين هالموضوع ببالكم اي اكيد اكيد ما حيكون في اعلان للدخول الا في النهايه لما نقول جاهزين الا اكيد حتطلع الاشتراطات اللي موجوده ايش اللي مقبول وايش اللي مش مقبول الى اخره من وين تشتري التذاكر الى اخره حيكون في تفصيل اكثر طيب معلش وايضا تحمل فصل. اسئله الناس لانه الناس قاعده تسال اسئله وموضوع جديد وحابين يعرفون يعني هل هناك شكل معين للبس سواء للسيده او للشاب في داخل الملعب هل درسوا هالموضوع أكيد. يعني مثلا احنا شفنا انه صار في خلينا نقول انجاز التسميه دريس كود او شكل صحيح. للمشجع اللي يبغى يدخل الملعب نعم هل هذا الموضوع ايضا يعني دارسينه تفكرون فيه مهم مش مهم بالنسبه لكم القرار اللي طلع من هيئه الرياضه ومن الاتحاد السعودي في فيما يخص الزي بالذات نتكلم عن هيئه الرياضه المعالي قال لك ايش اللي مسموح وايش اللي مش مسموح هو اعلن هذا ينطبق ايضا على العائلات انا اتكلم عن الاطفال والرجال أي. النساء طبعا هو الزي السعودي المعروف أي. ما في لازم عباية بالحجاب هذا يكون موجود بس حيكون في يعني خلينا نقول نوع من الإعلان زي ما صار مع أكيد الضوابط زي ما ذكرت لك بوجود الضوابط هذه كلها الآن في طور إعدادها عشان يكون عندك لائحة في النهاية العائلة ما تجي تعرف إيش اللي لها واللي عليه البوابات عندها سيدات أمن يفتشون صحيح حتى شركات التسويق حيطلب من شركات التسويق الخاصة بالأندية أن يكون في عنصر نسائي بما يخص التذاكر يعني العائلة اللي تحب تتعامل مع سيدات حتلاقي السيدة اللي ما عندها مشكلة تتعامل مع رجل في استلام وتسليم التذكرة حتلاقي الرجل كذلك في نقاط البيع سواء للمطاعم أو غيره حيكون العنصر النسائي موجود ممتاز اسمح لي أروح الفاصل وارجع أكمل معك فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث مع المهندس عبد الرحمن القريب
أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء من الحلقة. الحديث لا زال يتواصل مع ضيوفنا مهندس عبد الرحمن. الحقيقة الأسئلة يعني تتدفق بشكل كبير. في ناس تسأل هل بإمكان العائلة الحصول على زي ملعب الجوهرة على بوكس أو كابينة خاصة فيهم؟ أي نعم. الفي آي بي، الفي آي بي بوكس أصلا دخولها أو كبار الشخصيات دخولها لها مداخل خاصة. أي. عندنا مدخلين لكل جهة، فممكن تخصص واحدة للعائلات ويكون مباشرة إلى الغرفة. وأصلا يعني كبار الشخصيات أصلا هي غرف، هي أوردي معزولة يعني، فما تحتاج أنك أنت بس إنه في مجال يعني. نعم. عائلة تبغى تروح تحجز لها بوكس. أبغى أسألك على موضوع المدخنين، هل في تنظيم لهالموضوع ولا لا؟ هو التدخين ممنوع للملاعب، لكن المعالي وجهه بشيء يقول لك برضو إذا الشخص ما هو براضي يعني يعرف المصلحة من الضرر هذا، لازم أنا أخصص له المكان اللي هو يبي. مثل المطارات. مثل المطارات، فحتكون في تخصيص أماكن، ما يقال لك الممرات الخارجية حتقدر تطلع تنزل تدخن وتقدر ترجع مرة ثانية. بس ممنوع التدخين في الملعب حيكون؟ في فكرة إنه يكون في زون أو 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 منطقة. قسم إيه، يكون في قسم داخل الملعب إنه فيه، لكن أغلب الآراء وأنت كنت موجود معنا يعني أغلب الآراء تقول لك إنه لا، ما يعكس صورة الرياضة إنه يكون في رياضة ويكون في تدخين. لكن يعني بس حتى لو صار يصير يبغى يشتري التذاكر مكتوب هذه مدرجات المدخنين. إيه هذه. هذا لو صار. هذا لو صار. نعم. بس الفكرة الأساسية إنه يكون في مناطق خارج ال خارج الملعب أو خلينا نقول في الممرات. زي المطارات للمدخنين يكون لها البنش اللي هو مقاعد والطفايات المخصصة. ممتاز. في ملاعب عالمية يعني مثل ملعب ريال مدريد في أجزاء أو في زون مخصص ممكن تدخن فيه أنا داخل المدرج. إيه نعم أنا حاضر فيه، ممكن تدخن فيه داخل المدرج. فهي الفكرة موجودة حتى على مستوى العالم، موجود هذا الشيء، وإحنا ما زلنا في شد وجذب في هذا الموضوع، لكن يظل المنع موجود وتخصص لهم أماكن في الممرات خارج البوابات الداخلية. طيب هذا على مستوى الملعب إيش؟ كل الملاعب. الجوهرة الحين خلصنا منه. نعم. في شيء ثاني بتقول عن ملعب الجوهرة؟ لا الجوهرة خلص. طيب نروح أي ملعب الحين؟ الحين استاد الملك فهد الدولي. أوكي. أعطونا. هنشوف مواقعها الآن مبينة على الشاشة. إحنا البوابة الخارجية هي البوابة الملكية رقم 7 في دخول العائلات. حيكونوا على يمين ويسار المنصة اللي هي في المنطقة اللي بعد الدرجة الممتازة. خصص لهم في الرامب أو الممر رقم 8 ورقم 7 في الدخول، وبعدين عندهم البوابات الداخلية بالنسبة للمدرج اللي هو يعتبر المدرج الجنوبي حيكون 40 41 42، وفي المدرج الشمالي حيكون 2 3 4. طبعا مجموع اللي حصلنا يعني ما في شيء للعوائل وراء الباب. لا لا ما في. حنجي في مكان وراء الباب لأنه هذول الاستادين كبار يعني 60,000 متفرج. لا أقصد إنه في من الخيارات إنه العائلة تقدر تتفرج على المباراة في مكان جيد. هذا يعني ولا كلها وراء البيبان؟ هذا لا لا بالعكس، الحين كل اللي قلناه ما هم وراء الباب. أي. كلهم وراء الباب يعني يمين المنصة ويسار المنصة استاد الملك فهد. أي. بالعكس يعتبر مكان جيد. العدد محدود لأنه يعني ترى فيه بيصير فيه إقبال كبير من ال. احنا مثل ما ذكرنا كابتن فهد في البدايه انه هذه هي مرحله اولى للتقييم، التقييم على كل الاصعده فنيا وحتى اداريا تشغيليا للمباراه. الجهات الامنيه برضو تحط يمكن تكون عندها ملاحظات وجهه نظر. إيه؟ تكون لها وجهه نظر قبل ما انت تفتح الموسم اللي بعده بشكل اكبر واوسع للجميع. طيب عدد المقاعد حيكون في استاد الملك فهد 7200 يعني 3600 لكل جهه. في عدد 3 مطاعم لكل بوابه مثل ما فعلنا بالجوهره. الرامبات هذه ذكرناها أو الممرات، مواقف عامة، في 3 أكشاك تذاكر مخصصة للعائلة اللي ما اشترت تذكرة من برا ممكن تشتري من جوا. في أيضا دورات المياه خصصت، اللوحات الإرشادية حيبين لأنه الآن كل لوحاتنا الإرشادية للرجال. أي. فهذا لازم برضو عبد الرحمن يعني كويس أنك تطرق للموضوع. ترى يعني للأمانة واعذرني يعني دورات المياه الله يعزكم المشاهدين دائما فيها مشكلة. صحيح. دائما يعني واحدة من الأشياء اللي تفكر فيها مليون مرة قبل ما تروح للملعب ومعاك ابنك أو بنتك تروح الملعب أول شيء تهوجس فيه. نعم. لو الولد قال بروح دورة مياه. نعم. يعني كنك يعني معليش على الوصف بس كنك داخل مسبح. يعني تدخل بالله العظيم تدخل رافع ثيابك كذا مو بركة. يعني لا تزعل مني أنا بقول لك كلام الناس. أي لا صحيح. هذه مشكلة حقيقية يا مهندس عبد الرحمن في دورات المياه. صحيح. انتم ملاحظينها معانا ولا مو ملاحظينها؟ عندكم خطه لها؟ عندكم شغل؟ لانه ايش اللي صاير؟ نتعاقد مع شركه يجيبون عامل، العامل ذا ماسك العصايه وقاعد عند الباب. لا يدخل ينظف ولا جالس يطالع في الناس داخلين طالعين، والله العظيم ماسك المكنسه وجالس.
في نية أنه هذه الملاعب تكون كذا الدورات المياه دورات نظيفة وجميلة. صحيح. يعني واحد يتذكر ويقول يعني مثلا مطار الملك خالد للأمانة لنا الآن سنة سنة ونص شيء مرتب يعني بصراحة. تروح للمطار الملك خالد أنا يعني شفتها بعيني في تحسن، ما هو هذا اللي نبغاه ترى كثير حتى في المولات يعني. يعني بالضبط مول المملكة. لا أتكلم عن مطار الملك خالد والله ما شاء الله يعني مطار الملك خالد مش 100% بس ما تقدر تشوف التحسن وما تقول في تحسن. في تحسن والناس قاعدة تاخذ خطوة. انتم بتصلحون هالموضوع ولا لا؟ صحيح. المعالي وجه في يعني هذا كانت نقطة وهاجس عندك لما تكلمنا في موضوع بيئة الملاعب. قال يا عبد الرحمن دورات المياه الله يعزكم ابغاها تلمع، ما ابغى احد يجي يشتكي من دورات. صادق انت قلتها قبل شوي، قلت انكم فيه اي في توجه انه يكون في شركة متخصصة بس لدورات المياه وللنظافة، حتكون بوقت المباريات بنلقى مناديل يعني بتلقى مناديل وبتلقى اللي يلقيك بابتسامة يعني وبتلقى اللي لبسه موحد وبتلقى إن شاء الله أشياء. ترى هذه الأشياء والله تفاصيل قد ينظر للناس إنها تافة بس والله مهم. صحيح. يعني الحين مطعم الوجبات السريعة لا يمكن تدخل عندهم تلقى مناديل وصابون. صحيح. ما أعرف ليش يعني خلاص قاعدة، تدخل مطعم وجبة سريعة لا يمكن فيه صابون ولا يمكن فيه مناديل. دورات المياه في المطارات اغلبها كذا، دورات المياه في الملاعب ما في امل اصلا تلقى المجال. انتم مهتمين بهالموضوع هذا يا تركي؟ كنا على ما يقولون الناس يدورون المويه والاكل. إيه؟ الحين ما شاء الله شفنا كيف احنا هبد المهندس معنا بنكذب، احنا قاعدين نسجل وعود وبنلاحقك بالوعود. لا هذا من التوجيه اللي قال لك مباشر، هذه ابغى شركه متخصصه في هذا الشيء. قال مستوعبين انتم الموضوع. وجاري العمل على اعداد كراسه مناسبه. ثلاث ارباع حل المشكله بالنسبه لي انه الشخص يعترف بوجودها. إيه اذا انت عارف انها موجوده فانت اكيد تبغى تشتغل عليها. احنا لنا اخطائنا، ما اقول لك لا في اخطاء، لكن جاري العمل على تصحيح. وجاري العمل مش جاري العمل كلمه جاري العمل وبس، انت سمعت وعود وصارت بعد شهر، وانا اقول لك ان شاء الله حتشوف قريب جدا شركه متخصصه للنظافه في السادات والمدن الرياضيه على اقل تقدير في البدايه للي يقام عليها الدوري للمحترفين. طيب وكمان بعد نقول كلام للناس يعني بعد كمان الاستخدام لدوره المياه يعني يكون شويه يعني طبعا يعني هو مشكله على العمال يعني والله العظيم يعني ما تفتحون المويه وتكبكبون الدنيا وتحصون الدنيا يعني كمان هذا وعي مجتمع يعني. صحيح. علينا وعليكم ولا لا؟ صحيح صحيح. قول يا ابو نروح نروح الى مدينه الامير محمد بن فهد بالدمام، يمكن هو الملعب شوي لانه سعته صغيره ومداخله يعني اقل لكن برضو عملنا على نفس الجزء. لو نشوف اللي مظلل باللون الأحمر أو محاط باللون الأحمر حيكون في المدرجات اللي موجودة في الجنوب تقريبا جنوب غرب وجنوب شرق، مخصصة برضو للعائلات على اليمين واليسار. الباب فيه باب خارجي قريب وفي باب راح نفتحه جديد للعائلات. يعني حنهد السور في جهة ونفتح بوابة خاصة للعائلات. هذا ملعب محمد. نعم في الدمام حيكون فيه الإجمالي فيه 4500 مقعد مجزأة على 2250 لكل جهة، دورات مياه اثنين، مواقف سيارات، أكشاك تذاكر مثل ما قلنا، وأيضا نقاط بيع للتغذية، وحيكون فيه عزل لمناطق دخول العائلات. فهذه الثلاث ملاعب اللي حيكون عليها إن شاء الله مع مطلع 2018 في 1/1 بإذن الله. ممتاز. أنا عندي سؤال سمحت لي عبد الرحمن. تفضل. الحين إن شاء الله نبي نشوف إعلاميات نساء يحضرون المؤتمرات، يحضرون يسألون رياضة بما أن هذا فيه، هل هذا يكون موجود يعني؟ طبعاً. أو يكون في سماح للشيء هذا؟ هذا الشيء مع أخوي رجاء الله بأنه هو حيكون فيه تنظيم للمراكز الإعلام، مراكز الإعلامية. يمكن ما هو تخصص لكن أنا بالنسبة لي حكون جاهز إنه يكون في مقاعد مخصصة. اليوم في المؤتمر حضرت سمو الأمير ريما، حضروا عدد من النساء، حضروا لهم أماكنهم، لهم أماكن دخولهم بشكل طبيعي جدا. انت جاهز؟ انت جاهز؟ لا اقصد انت عبد الرحمن. انا جاهز. اللي يطلبون انا حاضرين. انا طيب ايش في كمان تبغى تكلمنا عن هالموضوع؟ عن العائلات انا خلص تقريبا، لكن اذا في اي سؤال او الاطفال كيف يتم حساب الاطفال؟ حساب الاطفال كعدد ولا كعدد وكيف نعرف ان هذا الطفل ولا تعرف في سن حيران كذا ما ادري هو الطفل ولا مو طفل. انتم شلون تحسبون؟ والله هو المهم اكثر اللي مرت عليه مشاكل كثيره، كثير ما كنا نسمع ان اب جاي مع بنته وما يحضر المباراة وكثير طلعت في الإعلام. هذه المعضلة انتهت على الأقل في الثلاث ملاعب هذه. يعني الحين واحد جاي ومع بنته. صادق كان أول يرجعون. الحين واحد جاي ومع بنته عمره 8-9 سنين. نعم. أو 7 سنين. هذا يحسب عوائل ولا يحسب مع؟ هذا حيحسب طالما أن أنت تقدر تدخلها الآن الملعب
طلع الامر بانه تقدر تدخل الملعب فهنا احنا ما حنختلف فيه. هذا حيكون في الاجراءات اللي ذكرت لك اياها. هذا حيكون في التفصيل. هذا حيكون في التفصيل. يعني كيف نحسب انه هذا الرجل عائله اذا هو مع طفله ولا مع سيد؟ مع الطفل بس ممكن يدخل في المدرج العادي. ولو مع عدد من الاطفال انتم تفضلون يعني انت من خلال تجربتك واطلاعك تفضلون انه يكون مدرجات عوائل ولا مدرجات شباب؟ هو اذا مثلا معاه طفله واحده من الافضل انه هو يكون مع مدرجات الرجال طالما انها هي طفله صغيره. صحيح. اذا هو يعتقد ان بنته في سن ناضج وكبير ويخاف عليها وفي الغيره اللي مثل ما نقول احنا على بنتك وعلى اهلك فممكن انت تروح للعائلات. احنا بنحبذ هذا الشيء، الشيء اللي فيه راحتك وسلامتك ابد عين فراش وعين غرض. طيب لو 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 مثلا ملعب فلاني 10,000 متفرج. نعم. 10,000 عوائل. نعم. طيب جاء 15,000 عاد هذا من هذا اللي بيقول ترى في اقبال كثير ترى اول لا يجون يحطون قدام الامر الواقع ما تقدر توسع الملعب مثلا؟ لا ما احنا نقدر نوسع الملعب حاليا هذا الصوره هذا 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 الاجزاء هو تجربة. هو الموضوع لسه في بدايه تجربه. بعدين يا اخي انت شايف التذاكر الالكترونيه خلاص بصير موضوع الكتروني. انت تشوف اذا ما في مقعد تروح. أبغى أروح للفاصل وبعد الفاصل برجع معك أسألك عن تحويل الملاعب إلى تجمعات. نعم. أو خلينا نقول مجمعات للشباب. نعم. للعوائل. نعم. ترفيهية. وأبغى أسألك كمان عن التسعير الجديد للتذاكر والخصومات اللي صايرة حق أبناء الشهداء والمعلمين والأطباء والرياضيين القدامى. نعم. كل واحد محسوب حسبته ومنظور له وشايفينه وله قدره وله قيمته. حروح الفاصل بعد أنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعينا في المملكة العربية السعودية. حديثنا سيتواصل مع المهندس عبد الرحمن. شباب شاركون ادخلوني ترى بنطرح أسئلة ودينا يمين ويسار خاص مننا. كلمنا عن تهيئة الملاعب للمناسبات الغير رياضية. نعم. فصلنا هالموضوع شوي وشرحنا يعني. اللي قصدت فيه اللي هو الأفينيو أو نسميه على أساس أنه يكون في عندك مكان للترفيه. بنفس الوقت المعالي كان يفكر أنه لازم يكون أنا عندي الستور أو المتجر اللي حيخصص فيه 14 خانة تبيع فيه الأندية مدة على مدار 24 ساعة تبيع فيها جميل منتجاته. وهذا ما ذكر يعني ما فصل الإعلان يعني اللي ذكر اليوم بإيجاز. فحيكون عندك متجر لبيع منتجات الأندية كامل. حيكون في عندك المقاهي من حين نقصد المقاهي اللي تبيع القهوة من البراندات أو العلامات التجارية المعروفة. حيكون في مطاعم مختلفة الأذواق يعني ما حيكون وجبة سريعة فقط لا حيكون في مطاعم ثانية. حيكون فيه شاشات كبيرة ومقاعد على الزراعة كراسي ممكن أنت تحضر فيه أي مباراة وأيضا ممكن تحضر فيه البرامج زي برنامجك وجود ممكن نعرض فيه حتى البرامج في الليل. اوكي ممتاز. بس طبعا نشوف كيف نوزع بين البرامج الرياضيه. بس هذه يعني هذه الفكره حتكون داخل حرم الاستادات الثلاثه نفسها اللي حتدخل فيها العائلات هي استاد الملك فهد ومحمد بن فهد والجوهره. حيكون في جزء اللي قريب من المدخل عشان انا برضو ما اضرب في حقوق الشركات اللي هي قاعده تبيع داخل المباريات اللي هي تكون قريبه في الممرات الداخليه. لكن اللي يحب او ما لقى له مكان يقدر يكمل. ولو انا ابغى اطفي المنشاه اليوم ما قاعد تشتغل ممكن هو ياخذ من البوابه الخارجيه القريبه جدا يدخل البازار هذا ويطلع. طبعا كان في تنسيق مستوى عالي جدا مع سمو وزير الداخليه ما بينه وبين المعالي في خصوص فتح هذه المنشات على مدار الساعه. جميل ممتاز. ايش الاشياء اللي حتكون موجوده هناك؟ زي ما ذكرت لك حيكون فيه سوبر ماركت او محطه بيع 24 ساعه. السوبر ماركت هذا شركة ولا تبعكم أنتم؟ حيكون هو فكر استثماري إنه يكون للهيئة العامة للرياضة. حيكون لها براند ما حتشوفها زي البقالة أو سوبر ماركت العادية. حيكون لها ثيم أو لها طابع معين
شكل جمالي مثل اللي تشوفه وانت تتمناه انه يكون موجود في السعوديه، هذا حيكون موجود يعني خلاص تعرف مثلا بعض المنتجات هذه ما حنلقاها الا في السوبر ماركت مثلا. نعم تلاقيه حتى طريقه ترتيب الرفوف والمداخل والكاشير مثل اللي انت كنت تتمناه لما تشوف. انا ما ابغى اسمي باسامي مثلا عالميه لكن بهذا الطابع ما حتشوف بقاله عاديه. وهذا مش اللي حط الملح فوق السكر فوق لا ما حتلاقي. طب هذا متى حيخلص؟ هذا طبعا الآن المرحلة الأولى أخذنا الموافقات، المرحلة الثانية اللي هي التصاميم عشان نطلع بالتصميم المناسب اللي كيف يكون مداخل السيارات، كيف المخارج، وين حتكون المواقف، وين حتكون توزيع البقالة، وين حتكون السوبر ماركت وين حيكون في المطاعم، وين حتكون جلسة الشباب اللي تكلمنا عنها. طب هذه تكون خلال سنة سنتين ولا هذه أقل إن شاء الله؟ أقل من سنة؟ أي بإذن الله. طب لها تسعيرات معينة؟ تسعيرة ايش؟ يعني مثلا انا لما اروح اخذ الساندويتش عند خلينا نقول مطعم حق بليز غيامه وعنده في التحليه فرع، لما يفتح عند الملعب هل الاسعار تختلف اقل اكثر؟ تطالبون انه والله تعال نعم عشان نسمح لك هنا مدعوم تعطينا نعم عروض شوي. صحيح هو حيكون بالسعر السائد او اقل، ما حيكون زايد، يا السعر السائد يا اقل على حسب البراند اللي بيجي وعلى حسب الاتفاقيه اللي موجوده، وهذه موجوده مع اخوي قصي ولازم يكون اقل لانه السوقيه متواجدين يعني الجماهير والدنيا اكثر من انك تكون في المحل حقك يعني بيكون في البيع بكثره يعني. يبدأ يحضرون كاس العالم ان شاء الله يعني في نفس الجماعه الترفيهيه حيكون ان شاء الله موجود يعني ايام كاس العالم ممكن هي حتكون مفتوحه 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع عدى الايام اللي فيها مباريات ولا حتى ايام مباريات؟ حتى ايام المباريات تفتح. خلصت المباراة ممكن انا زي ما ذكرت لك ما حصلت لك تذكرة او ما قدرت انك تدخل الملعب اجلس برا اتفرج ممكن تحضر. وهذا حيكون داخل حرم ال طبعا في حقوق للنقل التلفزيوني، انا ما ابغى ادخل بتفاصيل معينة حتى اللي سأله استاذ عبد العزيز هذه كلها ضوابط معينة، ايش اللي حيعرض وايش ما يعرض، ايش الاتفاقيات، هل انت شريت الحقوق ولا لا، لانك ما تقدر تعرض شيء عليه حقوق طيب حتى على مستوى الدوري السعودي. خليني اسالك عن الخصومات اللي على تذاكر المباريات. الفئة المستهدفة ابناء الشهداء نسبة الخصم 100% مجانا، ذوي الإعاقة نسبة الخصم 100% مجانا، فوق 60 عاما من جميع الجنسيات 100% مجانا، الحاصلون على أوسمة الدولة بكافة فئاتها 75% نسبة الخصم، الأطفال حتى طول 130 سنتي اللي نعم. هذا قلنا لهم السن الحيران اللي ما نعرف هو هذا السن اللي ما تدري 50% الأطباء 50% منسوبي الداخلية والدفاع والحرس الوطني وأمن الدولة 50% الرياضيون القدامى 25% منسوبي الهيئة العامة للرياضة 25% نعم هذه معتمدة؟ هذه اعتمدها المعالي ناقشنا فيه كثير وزي ما ذكرت أنت يعني يجي يقول لك حطها لي قعدنا شفناها نزلنا لا صعدنا تسمع آراء معينة المعالي يسمع الكل كلمة أي واحد يقول له يعني رأي يأخذه بالحسبان يفكر فيه ذاكرته ما شاء الله يعني قوية ويتذكر أنت إيش قلت ويتناقش ما يعني ما هو الرجل اللي حازم صحيح لكن يسمع للآراء وفي النهاية يختار الصالح العام له 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 نظرة جميلة في النقاش عن هذا الموضوع. في فئات أهملت أو يمكن خلينا نقول ذوي الاحتياجات الخاصة هم اللي كانوا ماخذين أنه يكون لهم مجانا لكن البقية أهملت هذا الشيء. في ناس قدموا للبلد الكثير مثل الأطباء مثل اللي حصلوا على أوسمة مثل كبار السن. إحنا نبغى بيئة الملاعب تجي. أنت تبغى جمهور لما تقول للشخص هذا أنه تعال ترى تكت فري أو خصم أو كذا يمكن يتحمس أنا علي أعطيه أوفر أعطيه عرض إن شاء الله أنه طب الحين في كثير طلاب أرسلوا لي إحنا طلاب الجامعات هل لنا تخفيض دخلنا على قدنا مكافأتنا هالموضوع تناقشونه ولا لا لانه الان جاني كثير على وهم فئه مستهدفه وهم الاكثر نعم اذا طولت تحت 130 لكن يعني الطلاب يعني مهما كان الجامعات اغلبها في لها مكافآت يعني الطلاب انا اتكلم اللي هو في الجامعات في لها مكافآت شهريه فبالتالي ان شاء الله انه يقدر يكملها لكن انك انت تفتح للطالب تعال كيف اثبت ان هذا طالب والحين عنده ترم او محذوف او مفصول حتدخل في تشعب كبير صحيح. جدا فالطالب ممكن يكون في فتره قادمه أيه. يعني المعالي بيراجع كل القرارات هذه ترى دائما يعني لا تحسب انها هي مره واحده طلعت حيجي يكلمك بعد شهر ايش صار في الموضوع وايش اللي نقدر نضيفه وايش اللي نقدر نحذف. طيب ممتاز المشاريع المتعثره والله ملف كبير وجود المشاريع المتعثرة خلينا ناخذ من البداية للناس اللي ما لهم خبرة في المشاريع أو في الأمور الهندسية
انت لما تجي تبدا المشروع تبدا في استشاري يسمونه استشاري مصمم، وظيفته تطرح كراسه يجي يحط لك تصميم ويحط لك جدول الكميات اللي المفروض ينفذ عليها المشروع. كان فيه احد ذكر في مكتب النعيم الاستشارات انه كان عنده اخطاء في جدول الكميات اللي حطها وضعها. هذا القصور في جدول الكميات سبب لك مشاكل قدام، حقول لك اياها بالتفصيل. فهذا لازم يحال الى التحقيق معه، وانا ما اتكلم بس عن المكتب، حتى الاشخاص اللي مثلا وافق على هذا التصاميم واخرى، يعني دورة هذا كله على المشاريع كلها. هذا المهندس الوحيد كلها. هو اكتشفنا انه هذا المصمم اخذ اكثر من مشروع هو نفسه وعملها شبه كوبي بيست. فهذا لازم يحال الى التحقيق في انه كيف جدول الكميات. انا اعطيك مثال، لما يصمم انه مثلا عملية الردم تحتاج 10,000 متر مربع من الرمال، لما حفروا لقوا انه يحتاج 20,000 متر مثلا. طيب مين اللي يدفع الفرق؟ المقاول يقول لك انا ما اقدر اكمل، انا مسعر لك على اني اجيب لك 10,000، الحين تبي مني اكثر من هذا الرقم، طب انا بخسر. هنا يبدا المشروع يتعثر، يبدا يرفع وابغى تعويض ويروح ولازم تزيد نسبة المشروع، وياخذ دورة اجراءات طويلة، تلاقي انك انت طلعت برا الفترة المحددة للمشروع ويبدا يعك. وكل ما تطول انت اذا ما حليت المشكلة تبدا تتعقد زيادة وزيادة. ايضا الاستشاري، خلينا ننتقل من بعد المصمم، استشاري المشرف بعد ما طرح الكراسة وفاز فيها مقاول، برضو يكون في استشاري معاه اللي يتأكد انه هو قاعد ينفذ الاعمال. هذا الاستشاري ما كان بالقدر الكافي من انه يحل مشاكل اللي صمم، ما ساعدنا كثير في انه هو يحل هذه المشاكل. فبالتالي هذول المكاتب سواء المصممين او المشرفين لازم يتحقق معاهم بسبب القصور اللي حصل. بعض المقاولين كان جيد، ما له ذنب، زي ما قلت لك انه كان في قصور عنده وماشي اموره طيبه. في بعض المقاولين لا، حلينا له المشكله لكن هو مش قادر يؤدي المشروع ورفعت فيه، لازم تاخذ اجراءاتها النظاميه في سحب مشروع بانذار اول وثاني ويكون نهائي بعدين يسحب منه المشروع. هذا باختصار. في بعض المنشآت لقيتها ناقصه، صحيح لقيتها ناقصه، ممكن ما ضمن البرنامج. احب اتكلم في موضوع معين، نادي الرائد ونادي أبها حيكون إن شاء الله خلال 18 شهر لها حل في طائع. بعض المشاريع الطائي لأن المصمم، نرجع إلى الخطوة الأولى، المصمم حط أعمدة إنارة بارتفاع 25 وأنت المفروض تحط 40 متر. 25 للملعب للإستاد؟ أي هذا مو بصاحب. فهنا لما المقاول، إحنا ما نبغى المنشأة توقف، مقاول سلم وألغينا هذا البند، قلنا راح يسويه واحد جديد خلال 4 أشهر. الجبلين جبلين الجبلين انتهى الآن 100%، لكن في توجيه من المعالي إن لا يسلم المنشأة إلا بعقد صيانة، وإن شاء الله خلال شهر إن شاء الله بإذن الله أول ما يكون عقد صيانة حيفتتح هو وهجر. هجر إن شاء الله خلال شهر حيكون جاهز. البوابة الإلكترونية تحب نتكلم عنها؟ أبغى أقول حفر الباطن ونادي الترجي، لأنه حفر الباطن نادي الباطن، في حفر الباطن يعني كما كان فيها كراسي وما كان فيها ساعة الملعب، هذه حتنزل في عنصرة يسمونها، أو أني أنا أنزل تكاليف مشروع حيضمن ضمن الميزانية عام 2018 وحتنفذ لهم بإذن الله الكراسي والساعة. ملعب الأمير عبدالله الفيصل لو تحكي لنا عنه شيء، لأنه كان عليه مشاكل كثيرة، كان وصلوا إلى مرحلة أنه كانوا بيهدمونه. وجهنا المعالي في زيارة المنشأة وزرناها لما كنا في جدة قبل حتى نطلع عندنا، ورحتها مع سمو الأمير عبد العزيز بن تركي وزرنا الموقع وشفنا ايش اللي ناقص فيه، ثم قال تعالوا نتناقش فيه. تناقشنا، يعني استاذ عبد الله الفيصل كان في مشكلة انه والله يحتاج له تدعيم امن وسلام كمنشأ، فانت عشان تدعم امن وسلام، لانه خليني اقول لك استاذ عبد الله الفيصل بدا كان 17,000 متفرج ثم ارتفع الى 25 صح. ثم زادت الى 40,000 متفرج، لما زدت من 25 إلى 40 طلعت عندي مشاكل السلامة، تبغى مخارج طوارئ أكثر، تبغى تدعيم وتعزيز للمظلة وإلى آخره. فقلنا عشان ما نطول ونعك في الموضوع مرة ثانية، كان التوجه إلى أن إحنا ننزل إلى 25 مرة ثانية، و 25 في جدة وعندك ملعب ثاني يشيل 60 إنف، ما في داعي أوصل لل 40، 40 زي ال 60 تقريبا
يعني صح في فرق 20,000 متفرج، لكن أنت تقصد سعة الملعب كبيرة جدا وسرعة التجهيز. فعلشان أنا أطلع من مواضيع الأمن والسلام وعلشان أنا أخلص بسرعة هذا المشروع، ولأنه الاكتفاء في هذه المنطقة يكفي 25,000 متفرج عشان يكون استاد كبر الملز وكبر محمد بن فهد، خلينا أكتفي بال 25,000 متفرج. حل جميل صراحة. نعم. طيب ولا نفقده. أبغى أروح للفاصل وبعد الفاصل أبغى أرجع لك موضوع البوابات الإلكترونية. سب. اليوم أنت من نطلعينك لما أخذ منك كل شيء. فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث مع المهندس عبد الرحمن. بكم مشاهدينا الكرام، الحديث لازال يتواصل مع المهندس عبد الرحمن القضيب. عبد الرحمن، نبغى نسألك عن شغلتين مهمين، البوابات الإلكترونية والتهوية. نعم. البوابات الإلكترونية مثل ما ذكر اليوم في المؤتمر أنه حيكون في نظام لشراء التذاكر الإلكترونية، لكن هذا النظام ما حيكون عادي، يعني بمعنى أنه هو المفروض أنه يستثمر استثمار أمثل، وهذا الموضوع الملف موجود عند أخوي المهندس قصي الفواز، هو مستشار المعالي الأمور الاستثمارية. أنت بتقدر تشتري البواب، تقدر تشتري التذكرة من خلال بطاقة الهيئة العامة للرياضة. هذه البطاقة مشبوكة بأبليكيشن على حسب الجوال الموجود عندك أو من الويب سايت تقدر تشتريها. هذه المنصة الجديدة. هذه المنصة الجديدة. نعم. حتقدر تشتري فيها بطاقة، حيكون في عندك إذا أنت من الفئات اللي ذكرت قبل شوي، أنت فوق 60 أو شيء، حتنزل لك أنها فري، أو أنت من الأطباء حينزل لك الخصم، أو أنت من القطاع العسكري أو من الدولة إلى آخره حيكون لو الخصم مفعل فيه، حتقدر محاكاة فيه، يعني ممكن يربط بكرة في المطاعم بر أنا مقعدي كذا، حيجيك التوصيل بس حتدفع عليه فلوس. فحيكون نظام متكامل، مو هو بس أني أنا أبيع التذكرة، حيكون يستثمر استثمار أمثل. صفة ثانية فيه اللي أنت تقدر تشيل نظام التذاكر، تقدر تأجره على أي قطاع آخر يبغى يستخدمه. لو جانا قطاع ترفيه يبغى يستخدم المنشأة ممكن يستخدم هذا النظام، ممكن يكون في إعلانات وإلى آخره. البوابات الإلكترونية شو وضع؟ البوابات الإلكترونية هو بالتزامن مع طبعاً. ولا قاطع كلامك، المنصة الجديدة هذه هي بتكون بديل للمنصة اللي الآن قاعدة تقوم في جدة مثلاً. إيه في جدة الآن هي منصة لا تتبع لها العامة الرياضة، لكن تستخدم لهذا الشيء. وذلك ذكر إيه نعم، وذلك ذكر إن حتى في البوابات الإلكترونية حنسوي 4 استادات، اللي هو استاد الملك فهد والقصيم. اللي هو مدينة الملك عبد الله، وحيكون في الدمام والجوهرة، وحيكون في لا حيكون في الأحساء والجوهرة. حيبدأ يتغير لأنك لازم تغير بعض القطع اللي موجودة في البوابات الإلكترونية علشان يسمونه انتجريشن، أو أنك أنت تقدر تربطهم مع النظام الموجود عندك، تدمجهم. طيب المقاعد سترقم، هذا في مشروع تركيب البوابات. إذا ركبنا البوابات حتبدأ أنت تفصل وترقم الممرات، يعني والصفوف. أنا رجال مقعدي 3A درجة أولى، حتروح تلاقيه فاضي لو ما لقيت أحد جاء وتجاوز، وهذا شيء واضح النظام ما يقدر يشيل واحد من مكانه. لكن لو واحد وتجاوز بكل بساطة تقدر تروح للمنظم ويشيل الرجل بالتذكرة، زي اللي يحصل في الطيارة لما واحد جالس في مقعدك بس تكلم المضيفة والمضيفة لو سمحت هذا مقعدي خلاص حتلاقي. وهذا وأنا أقول لك خلال كم؟ خلال 5 أشهر البوابة الإلكترونية، البوابات الإلكترونية ونظام التذاكر. طيب التهوية، عشان ما عنده وقت سريع. التهوية طبعا. بس في سؤال قبل. طيب البوابات السابقة إيش صار فيها؟ البوابات يعني ذكر اليوم إنه حيكون في تحقيق في موضوع البوابات اللي خصصت الأستاذ الأمير عبد الله الفيصل. طبعا ما كان في شيء بوابات يعني؟ لا هي موجودة البوابات، لكن عملية شرائها وتوريدها وكذا حولها بعض الغموض، حولها بعض. طيب التهوية. التهوية طبعا التهوية كانت في لجنة لنا تدرس، جبنا الشركات كلها اللي طبقت هذا الشيء في العالم، سواء طبقتها في جنوب أفريقيا أو في الصين أو في روسيا أو في المناطق المجاورة لنا، إنك أنت تسوي على شيء إكزيست أو شيء قائم يأخذ فترة طويلة. وقالها اليوم أشار إليها المعالي إنها بتأخذ 2 إلى 3 إلى 4 سنوات، وهذه مدة جدا طويلة. فإحنا أخذنا الجزء الحل الأمثل اللي هو خلال 5 أشهر تكون راكبة، اللي هي عمليات التهوية على الأقل، أحس أن يكون في هواء داير داخل الاستاد داخل. وإذا كان الحل هذا مثالي حتخلونه؟ إذا كان الحل مثالي واستحسن الجمهور
فانتظر برضو ارضاء 60,000 متفرج ما حيكون بالسهل، لكن اذا شفنا الشكل العام انه في رضا عن اللي سويناه، او ممكن نزيد عدد المراوح 160 عدد زياده اضافي ويحسن اكثر، ممكن نكتفي. كم مروحه مخططين؟ 160 موزع على الملعب. 160 موزع على الملعب. سوينا تجربه الان على 6، والموقع هذا استحسن بعض الجمهور، ترى ركبناه في المباريات السابقه. طيب الملعب المخصص للنادي الهلال اللي هو ملعب الجامعه، نعم، يشمله هذا التنظيم؟ بالنسبة لبواباتنا، ما عندنا البوابات الإلكترونية، حيكون عندنا واحد من البوابات موبايل أو يسمونه متنقل، ممكن أنا أشيله وأخذه هناك إذا حب يستأجرون. هذا طبعا الأمر استثماري لأن هذا تبع الهيئة، ممكن يشيله وتحطه تنقله أي مكان، مش بس نادي الهلال أو الملعب المخصص نادي الهلال، ممكن تشيله لأي، قلت لك أي جهة استثمارية تحب، أو الهيئة قامت بأي فعالية خارج منشآتها ممكن تشيل النظام وتشيل البوابات الإلكترونية حقتها. إيش تبغى تقول في الأخير يا عبد الرحمن؟ أحب أقول والله التغيير قادم بإذن الله. المعالي تركي آل الشيخ قاعد يقدم عمل، صدقني إذا أنا وريتك أشياء ما كفت ساعة ونص، تخيل هذا الرجل قاعد ياخذ كل الوكالات اللي موجودة في الهيئة بأمورها المالية والإدارية والفنية، بالإضافة إلى عمله كمستشار بالديوان الملكي. فتخيل هذا الرجل قاعد يتابع كل شيء، وإن شفت بعينك يا أبو جود صحيح، ولهم الشباب عمل قائم، رجل متابع ليل نهار، وإن شاء الله إحنا نكون عند حسن الظن ويسامحونا على كل قصور، وإن شاء الله حيكون القادم أفضل. ما قصر ولا قصرت عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. بالنسبة للمشاهدين، أنا أتوقع أنه كلام اللي قال عبد الرحمن اليوم في كثير من التفصيل، حتلاقونه على حساب البرنامج على تويتر صوت وصورة، وإذا عندهم استفسارات يقدرون يتواصلون مع حساب الهيئة ويأخذون منك إجابات. وإحنا يعني كل ما سمعنا أنه في تغيير جديد، عبد الرحمن الآن نبغى نأخذ منه وعد انه يتواصل مع البرنامج ويحضر عندنا ويشرح للجمهور اللي يحب يتابع التفاصيل باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا لك، شكرا لك ولكل فريق العمل معك، اتمنى لكم التوفيق. المهمه صعبه، الفتره قليله، وان شاء الله انه تنجزون المهمات. شكرا جزيلا لك، شكرا لك للتوفيق. اشكرك وجود، اشكر الكابتن فهد، شكرا عبد الرحمن العزيز، عز الله ما قصر، شرف لي الخروج. شكرا جزيلا محمد، شكرا جزيلا لك. الله يحييك حبيبي فهد. برشلونه ولا لسه؟ ها برشلونه ولا لسه؟ والله نقول خير ان شاء الله. الوالده تحضر الحفل الاعتزال اكيد. انا على القرار ذا كنت انا ماخذه، ان شاء الله الوالده تقص باذن الله. تشرفنا ام الجميع ان شاء الله. فهد شكرا جزيلا لك، موعدنا غدا 11:30 في امان الله.